أما هلأ سلمى رح ننتقل لفقرتنا الطبية وخصصناها قلبية. تسمعنا كتير من حالات الوفيات صار عندهم وفاة نتيجة عملية الشبكات القلبية، فهل هي ممكن أنه تكون خطيرة لهالدرجة أو تسبب الوفاة أو في أعراض تانية، وممكن كمان تركيب الشبكات القلبية أنه تكون متعلقة بأمراض تانية بالجسم، فأيمت ممكن تكون هي العملية ضرورية وإمتى بتشكل خطر على حياة الشخص؟ رح نعرف كل هاي التفاصيل مع الدكتور أحمد العايد وهو الاختصاص بالأمراض القلبية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم وشكرا لكم لطرح الموضوع الهام جدا الحقيقة واللي عم يأخذ هلأ صدى كتير واسع. صحيح، يسعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نشرح هيك ببساطة، اليوم كتير نسمع عن عملية الشبكات القلبية أو الدعامات القلبية، هل إلى أنواع؟ هل هي بتختلف؟ خلينا نحكي هيك شوية تفاصيل اليوم علمية يمكن تكون غايبة عن البعض. هلأ بداية بس بدي أعقب على المقدمة أنه كثير من الحالات صارت وفيات، هي لا الحقيقة علميا نسبة الوفيات أقل من 3 بالألف. يعني كل 1000 مريض بيعمل شبكة ممكن 3 منهم يتوفوا، هاي نسبة كتير قليلة يعني. فهي نسبة كتير قليلة وبيكون لهم ظروفهم، بيكون لهم مشاكلهم طبعا. أول شيء شو هي الشبكة؟ الشبكة هي أداة بشكل أنبوب مجوف يزرع داخل شريان القلب، الهدف منه توسيع هذا الشريان وإبقائه مفتوح. اللي بيصير بشرايين القلب ممكن تصاب بانسداد كامل أو جزئي. الكامل هو احتشال عضلة القلبي، الجزئي هو نقص التروية أو داء القلب الإكليلي المزمن اللي بينتج عنه خناق الصدر أو الذبحة القلبية أيا كان بقى تسمياتها عند السادة المشاهدين. فالهدف من الشبكة هي توسيع المنطقة، بيتم هذا الإجراء عن طريق القسطرة القلبية. القسطرة هي تتم بدون جراحة قلب، بدون تخدير عام، المريض صاحي تخدير موضعي، ندخل عن طريق الشريان الفخذي من الطرف السفلي أو عن طريق الشريان الكعبري من الذراع. بالنسبة للطبيب العمل واحد الحقيقة من الشريان الكعبري له مواده الخاصة فيه اللي يفترض تكون هي مخصصة للشريان الكعبري. بيتم الدخول بالقسطار وإدخال البالون الحامل للشبكة اللي هو أيضا عبارة عن قسطار، بنهايته موجودة الشبكة، بيتم نفخها بالمكان المصاب بانسداد أو تضيق بشرايين القلب، بيتم فتح الشريان بهذه الطريقة، تبقى الشبكة موجودة ضمن الشريان لضمان أنه يضل مفتوح وشغال، يأمن جريان الدم وتدفق الدم للعضلة القلبية لحتى القلب يمارس عمله بالصورة الأفضل. هي الحقيقة الشبكات تطورت كتير يعني خلال هلأ هي من الثمانينات والتسعينيات القرن الماضي بدأت، كانت بشكل خجول في البداية عبارة عن أبحاث بالمراكز الأكاديمية، لما تطورت صناعتها بشكل كتير كبير انتشرت وصارت الحقيقة ملايين عمليات الشبكات حول العالم تجرى يوميا، ملايين حرفيا. يعني بيقولوا أنه النسبة مثلا ببعض الدول ممكن تكون 1 بالألف سنويا، يعني كل 1000 مواطن عنا مثلا. عنا في شيء نسب دكتور؟ لا بالنسبة هي نسب معنا يعني من خلال انت عملك اليومي وكذا تقريبا قديش عدد الحالات اللي ممكن يمروا عليك؟ هي 1 بالألف يعني كل مليون في 1000 مواطن ممكن يحتاجها، 10 ملايين يعني 10,000 مواطن ممكن يحتاجها. فالفكرة هيك بدنا تقريبية، هي طبعا قد تنقص قد تزيد قليلا بس هي تقريبا هيك. صناعة الشبكات كتير تطورت الحقيقة، بالبداية كانت عبارة عن أسطوانة مجوفة شكلها الخارجي مثل شبكة، من هون إجت كلمة شبكة، هي ببقية الدول بسموها دعامة تدعم جدار الشريان يعني بالإنجليزي اسمها ستنت. طورت كتير، كانت بالأول كتير سميكة مصنوعة من ستانلس ستيل بس كان إلى مشاكلها طبعا. هلأ الأجيال الحديثة كتير تطورت، صارت أرق، فائقة الرقة ألترا ثين، ألترا ثين ستنت، صارت كتير رقيقة بالميكرون تقاس الشبكات الحديثة، يعني بيقول لك مثلا هي سماكتها 60 ميكرون، هتخيل قديش رقيقة. صحيح.
اتطورت المواد المغلفة لها، لأنه هي طبعاً ما قلنا بتجي أنواع، هي إما بير ميتال معدنية المعروفة عند الناس باسم شبك المعدنية، أو بتجي الدوائية. الدوائية هي نفس المعدنية لكن مغلفة بمادة دوائية. مهمة الدواء الحفاظ على الشريان، يعني أنه ما يصير في عودة تضيق أو يصير خسار فيها. هلأ الناس اللي بصير عندهم خسار ضمن الشبكة باعتبار هي جسم موجود داخل الشريان، هدول اللي ممكن يتعرضوا للمضاعفات المأسوف عليها، اللي ممكن توصل للوفاة أنه تخسرت الشبكة. فضل. وضحت دكتور أمر كتير مهم، إنه نحنا عم نسمع كتير من الحالات، حالات الوفيات، وقلت إنه هذا الشيء غلط، يعني شو السبب هون؟ وقت يعني هي حالات مسجلة إنه هذا الشخص توفى بعد عملية، بعد ما ركب شبكة قلبية، تمام؟ يعني بيسجلوا كتير إنه حالات ما يعني ما أنا صحيحة، شو السبب إنه هون بصير كتير وفيات بعد عملية شبكة القلب؟ هلا هي الشبكة بس تنحط معرضة لشيئين، إما عودة تضيق هذا الشيء المزمن، أو الخسار يلي بصير على الشبكة. الخسار تشكل خسرة داخلها، صحيح، الدم بتجلط، من هون إجت كلمة جلطة أو احتشاء أو خسار. هلا هي بتصير نتيجة ثلاث عوامل أساسية، إما المشكلة بالشبكة نفسها، قد تكون الشبكة غير ملائمة للشريان. كيف يعني؟ يعني الشريان قطره 3 ميلي، بنحط مثلاً داخلها شبكة 2.5 ميلي، أو بالعكس الشريان قطره 3 ميلي بنحط أوفر سايز بنسميها، أو أكثر بتيجي 3.5 أو أكثر، هي إساءة للشريان. هون بصير هي الأسباب المشاكل، يعني بصير في عندي تسلخ بالشريان، وبصير في قابلية لحدوث الخسار يعني أو الاحتشاء. يعني هون فينا نقول إنه العملية على هذا الشخص خطيرة، أو إمتى هي ممكن تسبب خطورة؟ هي أحد الأسباب، إحدى الأسباب اللي بتؤدي لخثار الشبكة أو احتشاء ما بعد الشبكة، بعد تركيب الشبكة، اللي ممكن يؤدي للوفاة. السبب الثاني اللي ممكن يكون هو طبيعة الشرايين. أحيانا تكون شرايين كتير متكلسة، عصيدية بشدة بنسميها، مترهلة، فكمان هي أحد العوامل. العامل الثالث اللي كتير مهم ولازم ما ننساه أبدا هو مقاومة جسم المريض للأسبرين. لما نحط شبكات عادة نعطي المريض مميعات، أسبرين وكلوبيدوغريل، عم بحكي أنا الأسماء العلمية مو التجارية، لازم يأخذهم المريض. في ناس عندهم مقاومة لفعل الأسبرين، يعني بعطيه أسبرين لكن لا ينتج عنه تميع في الدم، وهي النسبة مو قليلة الحقيقة. مشكلة لما تدخل بحالة إسعافية من الصعب تقييم المريض إنه هو من هالناس ولا لا، فبينعطى لودينج دوز أو جرعة تحميل، فقد يكون الخلل ليش تتخسر الشبكة، ليش بتسكر، قد يكون واحد من الأسباب، إما الشبكة بحد ذاتها أو شريان المريض، أو ما في تحسس للدواء أو استجابة للأسبرين أو الكلوبيدوغريل. طيب دكتور، بما أنه حضرتك حكيت عن بعض المسببات اللي هي ممكن تؤدي أنه العملية ما تنجح، أو أنه يصير عنده مشكلة، مو العملية اللي ما تنجح، يصير عنده مشكلة بعد تركيب الدعامات، خلينا نقول اليوم في أشخاص بيقولوا لهم أنه أنت صعب تركب هاي، أو صعب أنه يكون، هل هذا فقط الأسباب ولا مثلا في أمراض أخرى؟ يعني في أشخاص مثلا بيقولوا لك في ناس عندهم أمراض مزمنة، هاي الأمراض بتمنعهم، هل مثلا مرضى السكري معرضين انه هن ما يزبط معهم هذا النوع من العمليات؟ هدول اللي بيستفيدوا اكثر على الشبكات. طيب بالعاده نحن بنعرف قديش مرض السكري بياثر على القلب بشكل عام، وهو احد مسببات امراض الضغط والشرايين، فقديش مهم نعرف مين هن الاشخاص اللي ما بيقدروا يعملوا هالعمليه. هلا اول شيء اللي عندهم شرايين كثير رفيعه، الشبكات تجي قياسات، فمثلا اكثر شبكه رفيعه قياسها بيجي 2.25، فإذا كان الشريان أصغر من هيك حتى لو في تضيق وحتى لو في انسداد ما بنقدر ندخل عليه شبكة فيه، لأنه رح تجي أوفر سايز، رح تجي أكبر من الشريان. طب هي بتبين، تعملوا تحاليل معينة بتبين هي معكم؟ هي بالقسطرة بناخذ القياسات بالقسطرة، جهاز القسطرة نفسه، بعد ما الطبيب يعمل تنظير للشرايين بيقدر يقيس قطر الشرايين بدقة ويقول إنه هذا الشريان قطره هيك وهذا بيلزمه هي الشبكة. فإذا كانت الشرايين كتير رفيعة فهون الحقيقة مشكلة. صعب. من موانع يعني تركيب الشبكات الأمراض النزفية، في ناس عندهم ميل للنزف. طيب هذا إذا بدي أحط له شبكة وما بقدر أعطيه أسبرين لأنه عنده نزف. مثل التلاسيميا مثلاً.
لا التلاسيما مو هي مثل الناعور مثلا اللي نفرض هذا مرض نزفي فرضا، مثل ناس عندهم قرحه فعاله نازفه هذا بدي اعطيه اسبرين. مشكله هي الفكره الاسبرين مو مطلوب بس وقتها، مطلوب لفتره اطول، لفتره طويله الشبكات وربما مدى الحياه. فهذا كثير مهم هذا الامر الحقيقه، انه نعرف انه بدنا نركب الشبكه لمريض هل هو قادر على اخذ الأدوية. هلا احيانا نحن مريض ما عنده اي مرض بس نعرف انه ما عنده مطاوعه، انه يعني بالتعبير المحلي انه ما بيسمع الكلمه، ما بنركب له شبكه. وممنوع تركيب شبكه. ليش؟ لانه تركيب الشبكه زرعنا له مرض. اذا ما بده ياخذ الاسبرين مثلا بيقول لك ما بدي اخذ دواء، بيقوم بيقطع الدواء، فهذا بقى مشاكل قابليه كتيرة. التخسر على هذه الشبكه عاليه جدا بتصير، يعني قابل للتجرد، نتيجة شبه حتمية أنه راح تسكر الشبكة. يعني لا تعد آمنة بشكل قطعي، آمنة بشروطها الصحيحة بالطريقة الصحيحة، آمنة جدا، وهي العلاج الوحيد أصلا لتضيق شريان معزول، يعني شريان واحد داخل القلب أو انسداد شريان مثل احتشال العضلة القلبية أو متلازمة الإكليلية الحادة فرضا، هي العلاج الوحيد له. ممكن طبعا في جراحة قلب مفتوح ممكن، لكن هي مقارنة بجراحة القلب المفتوح هي أقل خطرا بكثير، لأنه لا عندنا تخدير عام ولا عندنا شق جراحي ولا عندنا. المريض ممكن هلا يعني ركب الشبكة المساء يتخرج أو ثاني يوم على البيت ويرجع لنشاطه الطبيعي العادي. هي وسيلة رائعة جدا، هي تكنولوجيا كثير مهمة، وهي بالأساس انخفاض نسبة الوفيات حول العالم من الأمراض القلبية ناتج عن تطور موضوع الشبكات القلبية. لكن بقى الهم المهم هو استخدامها بالشكل الأمثل، استخدامها بالطريقة المثلى للمريض المناسب، والتزام المريض يلي بيركب شبكة بالتعليمات الطبية. مو نحط شبكة ونمشي، ما بيمشي الحال بهالطريقة. عندك أنت أداة أو مادة موجودة داخل قلبك، داخل شرايين قلبك، بدك دير بالك ما يتعمل لك مضاعفات أو مشاكل. عندما نحسن تركيب الشبكة والمريض يكون عنده المطاوعة اللازمة والانتباه والمراقبة الدورية وكل هالأشياء الضرورية اللي دائماً بنوصي مرضانا فيها، فالشبكة آمنة. رح أذكر بس بالأرقام اللي حكيناها، نسبة الخثار أو احتشاء القلب بعد تركيب الشبكات أقل من 3 بالألف بالألف عند المرضى اللي مركب لهم شبكات بشكل انتقائي، وتصل إلى 3% 3.5% عند المرضى اللي مركب لهم شبكات بسياق احتشاء العضلة القلبية. شوفوا الفرق، يعني لذلك طبيعة المرض عند المريض هي اللي بتفرض نفسها. فإذا كان هو خناق صدر وفتنا على قسطرة بنسميها انتقائية مو إسعافية، انتقائية، فاحتمال الخسارة على الشبكات هو 3 بالألف 0.3%. إذا كان داخلين على مريض احتشاء عضلة قلبية هذا مرض عالي الخطورة، نسبة الخثار على الشبكة اللي بتنحط لمريض الاحتشاء 3 إلى 3.5%. أرقام كتير منخفضة ونسب كتير منخفضة. عملية زايدة ممكن يكون خطورتها 1% أو 2% مثلا، فهي أقل حتى من عملية زايدة مثلا صحيح. خطورتها، لكن مثل ما قلنا حضرتك قلت تخدير موضعي كمان، تخدير موضعي طبعا، هلا تخدير عام، تخدير موضعي ما شاء الله في اطباء اسنان عملوا تخدير عام كان ضحيته طفل، يعني فالمفروض طبعا يعني هي الحالات يجب ان تدرس كل الحالات اللي بتصير صحيح. المفروض الحقيقه اذا في اي اختلاط او اي مشاكل بتصير بعد اي عمل جراحي او تداخل سواء بالقسطره او بتركيب الشبكات تندرس كل حاله على حده ونشوف ليش هيك صار ونطلع بتوصيات او نتائج. طبعا اللي قضى الله يرحمه ومأسوف عليه الحقيقه، لكن مشان انقاذ بقيه الناس وانقاذ طيب الارواح. طيب دكتور اللي بيركب شبكيه كيف بيصير، خليني اقول حياته نظام حياته كيف بيتغير، كل قديش لازم يراجع الطبيب، نمط حياته قد شو لازم يكون، لانه بنعرف انه اي حدا يعني بيخضع لهيك نوع من الاعمال الجراحيه هو لازم ينتبه لنفسه اكثر. الحقيقه يعني سؤال كثير حلو، لانه مرضانا للاسف في ثقافه معينه انه انا ركبت شبكات رجعت شراييني منيحه برجع بعمل كل شيء بدي، برجع مثل ما بدي. المدخن برجع يدخن، اللي بيأرجل بيرجع بيأرجل، مريض السكري ما بيضبط السكر، مريض الضغط ما عاد يسأل على ضغطه. هي عوامل الخطورة الأساسية.
بعد تركيب الشبكات ضروري نتابع بالعلاج ما قبل الشبكات. ما بصير هي حل صحيح وحل جذري للمشكلة صحيح، وبيرجع تدفق الدم 100% لشرايين القلب بالشبكة، لكن بعدها بدنا ندير بالنا عليها. الشبكة بعد فترة معينة بتتبطن بخلايا بطانية، يعني الاندوثيليوم بنسميه، بيمتد داخل الشبكة. الشبكة هي بطانة للشريان وبتشكل عليها بطانة من الخلايا بعدين، فالشبكة اندمجت بجدار الشريان، فاللي أزل الشريان الأساسي ممكن يأذي مكان الشبكة، فاستمرارنا بالتدخين فممكن تسكر الشبكة سواء كان بخسار احتشاء أو شيء بنسميه عودة تضيق، هذا الشيء التدريجي اللي ممكن يصير على الشبكة. ضبط السكر، الحمية، التمارين الرياضية كتير مهمة، بس الفكرة أنه هذا ما فيك تقولي لكل الناس بنفس السوية، يعني بده يتفصل الموضوع تفصيل تفصيل، كل مريض على حدة، كل مريض له شيء بيناسبه وما بيناسب مريض آخر، لا من حيث الأدوية، لا من حيث موضوع الجهد مثلا، موضوع الدايت، الحمية، الأكل إلى آخره، هذا كله بده يتفصل. هذا المفروض بقى يتابع مع الطبيب اللي ركب له الشبكة أو عمل له القسطرة لحتى نوصل للنتيجة الأفضل والأمثل، ونتجنب كل المشاكل والاختلاطات اللي ممكن تصير لا سمح. طيب دكتور، بعد إجراء العملية، عملية شبكة القلب، إمتى بيستدعي إنه شخص يراجع الدكتور فوراً بعد العملية، أو ممكن تصير معه بعض الأعراض اللي بتستدعي مراجعة الدكتور؟ هلا الحقيقة المفروض مثلاً مباشرة تاني يوم أو ثالث يوم يشوف الطبيب، بعد شهر مرة بدون ما يصير معه أي أعراض، بدون تانية. هي روتيني مثلاً، هي حسب حالة المريض الحقيقة. مثل ما قلت لك هلا ممكن إذا احتشاء عضلة قلبية موضوع مختلف عن لما نفوت بشكل انتقائي على خناق صدر عادي أو نقص تروي عادي، هذا أكثر أماناً. أما لما نفوت على احتشاء عضلة قلبية الاختلاطات أكثر والمضاعفات أكثر، وبالتالي المراقبة مفروض تكون بفترات أقرب لحتى نتجنب المشاكل. يعني تقريباً كل كم يوم؟ هلا بالبداية مثل ما قلنا بعد يومين ثلاثة مثلا من العملية، بعدين بعد شهر ممكن بعدين يجدول الطبيب كل 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر حسب بقى وضع المريض وحالته ومطاوعته. هلا أحيانا نحن بنقول للمريض كل شهر لأنه خايفين إن هو يترك الدواء أو يهمل بحاله، فبعض الأطباء بيقول له كل شهر مر لعندي، كل شهر تعال خليني أفحصك لحتى أفضل نطمن عليه. بالمريض اللي نحن مطمنين لوضعه ومطمنين لإله مثلا انه رح يستجيب للدواء ورح ياخده بانتظام ويدير باله على عوامل الخطورة، يوقف الأرجيلة والدخان إلى آخره، فهذا أكيد ممكن كل 6 أشهر وقد تصل كل سنة انه بكفي مرة تفحص قلبك حسب. فكل حالة إلى خصوصيتك، المريض إله خصوصيته، إله وضعه اللي يمكن ما ينطبق على مرضى آخرين. صحيح. دكتور قبل ما نختم هيك خلينا نقول اليوم أهم النصائح اللي بتحب توجهها لكل مين مقبل على هذا النوع من العمل الجراحي الاستطبابي اللي هو الشبكات القلبية. هلا أولا الموضوع هو تقنية ووسيلة علاجية متطورة جدا، والأجيال الحديثة من الشبكات كتير تطورت وانخفضت نسبة الاحتشاء عليها إلى ما يقارب الصفر حتى بالأجيال الحديثة من الشبكات. التكنولوجيا تطورت كتير بهالمجال وصارت كتير متقدمة وأمنت نسبة أمان عالية جداً للمرضى للسادة اللي بيركبوا الشبكات، فما يخاف أبداً، هي كخطر أقل حتى من عملية زايدة، ما في تخدير عام ولا في تخدير كلي، يعني تخدير موضع صغير يعني بس لا أكثر ولا أقل. أهم من كل هالكلام أنه نلتزم بالتعليمات تبع الطبيب، نلتزم بالدواء، ونكافح عوامل الخطورة بكل أشكالها، سواء كان عوامل الخطورة المتعلقة بسلوكيات المريض أو بالأمراض الموجودة عنه. سلوكيات المريض بده يوقف الدخان، بده يعمل دايت، ينقص وزنه، يلعب رياضة، هي اللي بإيده. هلأ بقى الأمراض اللي موجودة عنده بده يعالجها، مريض السكري بده يتابع مع طبيب السكر مثلا، طبيب الضغط مع طبيب القلبية تبعه بده يتابع أكيد،
مرضى الارتفاع الكوليسترول وشحوم هذا كثير مهم. واخر شغله موضوع التوتر النفسي بنحب كثير، هذا اهم شيء يمكن هو السبب حتى انه لا تتوتروا. اكيد مشان ما يصير مشاكل. اكيد يعني اليوم نصائح مهمه جدا منك دكتورنا، نتشكر وجودك معنا دكتور احمد العايد على كل المعلومات اللي قدمتها، بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا لكم وشكرا للساده المشاهدين، والصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. اكيد شكرا لك كمان على المعلومات الخاطئه يلي صححت لنا اياها، شكرا لك. شكرا لكم.